بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في مديول 7 هتكلم عن حاجه اسمها الايثرنت سويتشنج. هتلاحظ ان الاسم ده مش لاير من اللايرز اللي انت المفروض تدرسها كل مديول. يعني هو ده عباره عن بروتوكول بيستخدم في التو لايرز اللي تحت خالص، اللي هو بتاع الفيزيكال والداتا لينك لاير. فيعتبر احنا بنكمل في الجزء بتاع الداتا لينك لاير ده. عباره عن الايثرنت ده عباره عن بروتوكول او تكنولوجي، ماشي، بتستخدم عشان تعمل الفانكشنز اللي بتتم في الداتا لينك لاير وبتساعد شويه في الفيزيكال لاير. طيب هنبدا نشوف ايه بقى يعني ايه ايثرنت. الايثرنت ديت ممكن تطلق على الفريم اللي انت بتكونها في داتا لينك لاير، او تطلق على بروتوكول بيستخدم عشان يعمل الفانكشنز او الرولز اللي هتشتغل على داتا لينك لاير او الفيزيكال لاير. او الايثرنت دي بقى معناها برضو احنا ممكن نشتغل عليها، يعني يقول لك ايه ده الواير اللي هو بيوصل اللام بعضها ببعض. فطبعا على حسب المكان اللي هي بتتكتب فيه والكلمه اللي بتتكتب جنبها. فكلمه ايثرنت فريم ده الفريم اللي هي بتتكون على داتا لينك لاير، اللي هي بتيجي من فوق باكت، بتيجي من عند النتورك لاير، بتيجي عباره عن باكت، وبعد كده بينضاف عليها الماك ادرس بتاع السورس والديستنيشن، فبيبقى اسمها ايه؟ اسمها فريم. فانا لو قلت دلوقتي ايثرنت فريم يبقى ده المقصود بيها الفريم اللي هو بيبقى فيها الماك ادرس و اللي هو بيبقى فيه الديستنيشن والسورس، وده شكل الفريم اللي هو بيتكون عند الداتا لينك لاير. لو قلنا مثلا ايثرنت بروتوكول يبقى ديت الرولز اللي هي بتشتغل على داتا لينك لاير والفيزيكال لاير عشان تسهل عمليه الايه السند والريسيف. لو قلنا الايثرنت تكنولوجي فديت الايثرنت تكنولوجي ديت اللي بتستخدم في الواير، عمليه الايه التوصيل بالسلوك، ماشي. طيب تاني قلنا عندنا التو لايرز اللي احنا درسناهم قبل كده اللي هو الفيزيكال لاير، واتكلمنا عنها اللي هي الموضوع بقى بتاع الواير والوايرلس والفايبر. وبعد كده اتكلمنا عن الداتا لينك لاير وقلنا ان فيها تو سب لايرز، ال ال سي وال ال سي ده قلنا بيتعامل مع الداتا بالنتورك لاير، ماشي، والماك ده بيتعامل مع الفيزيكال لاير. وعندنا هنا تو بروتوكولز اللي هو 802.2 و802.3، ده على بعضه بقى ايه دي البروتوكولز الخاصه بايه اللي هم بيسموها على بعضها كده بيسموها ايثرنت، ماشي. طيب التو سب لايرز دول اتكلمنا عنهم برضو قبل كده اللي هم موجودين في الداتا لينك لاير. قلنا ان ال ال سي اللي هو الايه اللوكال لينك كنترول ده الاي تريبل اي 802.2، ده الرمز بتاعه من المنظمه بتاعه الاي تريبل اي، ده المسؤول عن بليسز انفورميشن ان ذا فريم تو ايدنتيفاي ويتش نتورك لاير بروتوكول از يوزد فور ذا فريم، ماشي. ده اللي بيضع الانفورميشن المعلومات في الفريم، تمام، عشان يوضح هي الفريم ديت جايه منين ورايحه فين بالظبط. فده المسؤول ان هو يحط ايه ان هو يحط ال المكات يعني، ماشي، وشويه انفورميشن كده اللي هو الهيدر والتريلر والار اف سي اللي هو بيتشيك على لو في ايرور في الايه في الباكت وهي مبعوته يعني، او الباك او الفريم نفسها. والماك سب لاير ده اللي هو الجزء اللي تحت ده، ماشي، دي ريسبونسبل فور داتا انكابسوليشن اند ميديا اكسس كنترول، هي المسؤولة أكتر إن هي بتتعامل مع الجزء الفيزيكال اللي تحت ده، هي بقى اللي بتبدأ توصل الفريم ده، تبدأ تحوله عشان يقدر يمشي على الواير، ماشي، عشان يقدر يوصل إلى الفيزيكال. فهو التعامل كله بيتم ما بين الداتا لينك لاير والفيزيكال من خلال المكسب لاير، والداتا والنتورك لاير والداتا لينك لاير بيتم من خلال الإيه؟ ال ال سي. فاعتبروا إن ده الجزء اللي هو سوفت وير، ال ال سي ده جزء سوفت وير، والمكسب لاير ده الجزء الإيه؟ اللي هو الهاردوير بتاع اللاير دي. طيب قلنا ان في ان في هنا ثلاثة تكنولوجيز كده اللي هو ايثرنت والوايرلس لان، ماشي، والجزء اللي هو بتاع البلوتوث والراديو والكلام ده كله. فطبعا برضو ديت فيها جزء سوفت وير وفيها جزء هارد وير. فهتلاحظ ان انت عندك في متقسم العمود نفسه متقسم الى جزئين، الجزء اللي فوق اللي هو خاص بالسوفت وير برضو، والجزء اللي تحت اللي هو الايه اللي هو الهارد وير. يعني لو جبت لك مثال مثلا على اللابتوب بتاعك، لو انت عاوز مثلا تحط ساوند سيستم على الجهاز، فانت بتشتري الهاردوير بس لازم يكون لها ايه الدرايفر بتاعها. فالدرايفر ده اللي هو السوفت وير، فلازم يتعامل مع اللاير اللي ايه اللي هو فوق اللي هو اوبريتنج سيستم بتاعك، لكن الهاردوير نفسه هو اللي بيبقى ايه هو بيبقى تحت شويه. دي نفس الفكره بالظبط. طيب الداتا انكابسوليشن اللي بيتم فيها الداتا انكابسوليشن ديت فيها ثلاث حاجات. فيها حاجه اسمها الايثرنت فريم، وده اللي هو الايه الاستراكشر بتاع الفريم نفسه اللي احنا قلنا ايه ان هو بيجي لي من النتورك لاير باكت، وانا بضيف عليها شويه حاجات عشان تبقى اسمها فريم. فده هو الفريم اللي هنتعرف عليه دلوقتي كمان شويه بالتفصيل كده ونعرف ايه المكونات اللي فيه. والايثرنت ادريسنج
اللي هو بقى ايه، اللي هو بيوصل ما بين ان اي سي بتاع السورس الى الان اي سي بتاع الديستنيشن، فده اللي هو بيشتغل على السورس والديستنيشن ماك ادرس، ماشي. وبعد كده الايثرنت ايرور ديتكشن بيتم في الموضوع بتاع اللي هو الماك سب لاير دي، اللي هو الماك سب لاير اللي تحت دي، بيتم فيها حاجه اسمها الاف سي اس، اللي هو الفريم تشيك سيكونس. ده عباره عن معادله كده بتتعمل عند السندر وبتتعمل عند الريسيفر، وبعد كده بيبدا يقارنوا القيمتين ببعض. لو الاثنين دول بيساووا بعض يبقى ما حصلش اي مشكله في الداتا، لكن لو الاثنين دول اختلفوا عن بعض فكده في مشكله في ايه، في مشكله في الداتا اللي هي اتنقلت الناحيه التانيه دي. طيب الماك سب لاير اللي هو الجزء اللي تحت ده، ده بيهتم اكتر بالميديا اكسس، اللي هو ازاي بيتعامل مع السلوك اللي تحت وازاي تبعت لها وبتشتغل ازاي، وهاف دبلكس ولا فول دبلكس ولا الكلام ده كله. فهنا بيقول لي ان الاي تريبل اي 802.3 ده البروتوكول اللي هو شغال على الماك ايه، على الماك سب لاير. لما اقول لك كلمه بروتوكول يعني الرولز اللي بتشتغل في الجزء ده، ماشي. طيب بيقول لي هنا includes the specification for different Ethernet communication standard over various types of media including copper and fiber. ده اللي هو بيبقى فيه بقى البروتوكولز اللي هي بتشتغل على الواير والوايرلس، ماشي، والفايبر والحاجات دي كلها، اللي هو شويه البروتوكولز اللي تحت دول، تمام. طيب الايثرنت كمان يوزنج باس تكنولوجي بيشتغل ازاي؟ بيقول لي ان هو بيشتغل على، بيعتمد على الباس توبولوجي، ان هو بيبقى فيه خط في النص كده والاجهزه كلها متصله بيها، وبيشتغل بالهاف دبلكس ميديم. هاف دبلكس دي معناها ان سند بس يعني ريسيف بس. طيب علشان انت سند بس او ريسيف بس فلازم يكون في بروتوكول او تكنولوجي ما تعملش كوليجن للديتا وهي بتتنقل يمين او شمال. طيب البروتوكولوجي دي اسمها ايه؟ اسمها سيزما على سي دي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هو الكارير سينس مالتيبل اكسس على كوليجن ايه، كوليجن ديتكشن، اللي هي كانت بتشتغل ازاي دي، ان الاجهزه دلوقتي لو بعتت كلها مع بعضها في وقت واحد فبيحصل كوليجن، فالميديا بتعرف ان حصل في الكوليجن فتخلي الاجهزه تنتظر لوقت معين وبعد كده يحصل ري ترانسميت تاني للديتا، ماشي. طيب اما لو انت شغال بقى في الفول دبلكس فانت مش محتاج الايه، ما انت مش محتاج السيزم على سي دي، لان الفول دبلكس بتشتغل في الايه، السند والريسيف مع بعض، فما عندهاش اي مشكله في الايه، في الموضوع ده. طيب الايثرنت فريم فيلدز بقى، ايه الفيلدز بتاعه الفريم؟ احنا قلنا ان انت بيجي لك من فوق خالص الديتا من عند ابلكيشن لاير، بيجي لك ديتا، ماشي. بعد كده بتنزل شويه بتتحول الى سيجمنتس في الترانسبورت لاير، بعد كده بتنزل شويه بتتحول الى باكيت، بعد كده بتنزل شويه بتتحول الى فريم. طيب ايه شكل الفريم بقى، شكلها عامل ازاي، وايه الفيلدز اللي موجوده جواها؟ هتلاحظ ان انت عندك الفيلدز بتاعتك مقسمه الى 6 اجزاء بالشكل ده كده. اول جزء بيبقى عباره عن 8 بايت، وطبعا قلنا في فرق ما بين البايت والبت، ان كل بايت فيها 8 بت، فانا عندي هنا 8 بايت بس خاصين بحاجه اسمها البريمبل اند اس في دي. البريمبل ده هو عباره عن ايه، ان ده بيقول لك يعني ايه، انا جاي لي دلوقتي فريم، دي بدايه الفريم بتاعتي، عشان يفرق ما بين الفريم دي والفريم اللي بعدها والفريم اللي بعدها، فديت البدايه بتاعت الفريم ده، انفورميشن عنها، بدايتها بتبدا من كام وتنتهي في كام، الكلام ده كله. فهي فيها ايه، فيها السايز بتاع الفريم نفسه، فيها الحجم بتاع الفريم كله، ماشي. الحجم بقى بتاع الفريم كله اللي هو الايه، اللي هو الخمسه دول بس، اللي هو الست بايت دول بتوع الديستنيشن ماك ادرس، اللي هو النكست هاب او نكست هوب، ماشي. والست بايت دول بتوع السورس ماك ادرس اللي هو الجهاز اللي انا ايه، السندر. و2 بايت دول خاصين بالتايب واللينس، اللي هو نوع البروتوكول اللي قبلي، مش انت اللي قبلك اصلا، اللي هو النيتورك لاير، نوع البروتوكول نفسه بقى اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6. والديتا نفسها الاصليه بقى بيبقى المكونات بتاعتها من 45 لحد 1500 بايتس، ماشي. فالمينيمم سايز للديتا اللي انت هتبعتها لازم تكون اقل حاجه 45، الماكسيمم بتاعها تكون 1500. وعندك الايه، الاف سي اس اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو بيتشيك على الايرور بتاعي، السايز بتاعه ايه، 4 بايت. طيب في شويه تفاصيل كده في الفريم فيلدز دي، بيقول لي هنا ان انت اني فريم للزان 64 بايتس ان لينس از كونسيدرد كوليجن فراجمنت اور رانت فريم. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يعدي فريم يتنقل من سندر لريسيفر ويكون اقل من 64. ليه بقى؟ ممكن حد يقول لي يعني اقل حاجه 64 ديت ليه؟ ليه رقم 64 بالظبط؟ حد عنده معلومه؟
طيب احنا عندنا هنا في الديتا 45 لحد ايه؟ لحد 1500. لو انا قلت لك ان المينيمم سايز للديتا اللي هتتبعت المفروض تكون 45، ماشي؟ طيب لو انا خدت ال 45 ديت وضفت عليهم الستة دول والستة دول والاتنين دولت والاربعة دول هيبقوا كام؟ لو جمعتهم كده هتلاقيهم 63. طيب يبقى ده المفروض ان ده 63 دي المفروض حد ايه؟ ما حدش يبعت باقل من القيمة دي. لان لو بعت 63 هو بيقول لك اصلا ان المفروض السايز بتاعك من 45 لحد ايه؟ لحد 1500 بايت. فانت لو بعت اقل من 64 يبقى اكيد الفريم دي حصل فيها مشكله، اكيد حصل فيها كوليجن، اكيد وقع منها حاجه، تمام؟ فعشان بس يبقى انا ضامن ان الداتا ديت ما حصلهاش حاجه، فانا بزود بس بايت من عند 64. يبقى ما ينفعش يوصل داتا تتنقل من مكان لمكان اقل من قيمه اللي هي 64 دي، ماشي؟ عشان اضمن ان الداتا بتاعتي دي اقل سايز اصلا معدي من السندر ريسيف، تمام؟ طيب لو قلنا الماكسيمم سايز بتاعك المفروض يكون كام؟ المفروض يكون ال 1500 اللي هو اقصى حاجه في الديتا، والمفروض برضه تزود عليهم الايه؟ ال 18 بايت دول. هتزود عليهم كام بقى؟ يبقى 6 و6 12، 12 و2 هيبقى 14، 4 و4 كمان يبقى 18. يبقى انت لو زودت على ال 1500 دول زودت عليهم ال 18 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 1518. يبقى انت المفروض ما تبعتش ديتا اكتر من 1518. لو ده حصل فده بيسمي ايه؟ بيسمي الفريم اللي انت بعتها دي unwanted signal، يعني حصل فيها مثلا مشاكل او برضه نتيجه كوليجن، او بيعمل لها ايه؟ وبيعمل لها دروب في الاخر، برضه ما بينقلهاش. تمام كده يا شباب؟ الحته دي كده في مفهومه ولا فيها مشكله؟ يبقى اقل حاجه، اقل سايز المفروض تبعته اللي هو المفروض يعني يكون 64 وانت طالع، ما ينفعش يكون اقل من 64، واقصى سايز تبعته اللي هو ايه؟ اللي هو 1518، ما ينفعش تبعت اكتر من كده. لو بعت الاقل هيحصل له دروب نتيجه ده نتيجه بقى كوليجن، نتيجه اي مشكله حصلت. لو بعت اكتر من 1518 برضه هيحصل له ايه؟ هيحصل له دروب، لانه بيعتبر ان الجزء ده هيبقى عباره عن ايه؟ بيقول لي الدروب دي فريمز ديت ار لايكلي تو بي ذا ريزلت اوف كوليجنز، دي نتيجه حاجات دخلت في بعضها، اور اذر ان وونتد ايه سيجنالز، او شويه سيجنالز دخلوا في بعضهم، ماشي كده؟ طيب بعد كده هيتكلم عن الماك ادرس بقى، والماك ادرس ده بيتكون من كام بت، ماشي؟ وازاي اصلا بيتعمل له ريبريزنتيشن. فبيقول لي هنا الايثرنت ماك ادرس كونسيست اوف 48 بت باينري فاليو، يعني الماك ادرس ده بيتكون من 48 بت. طيب واحنا متفقين ان كل بايه؟ ان كل 8 بت عباره عن بايت. طيب لو انا عملت لهم اكسبريشن باستخدام الهكسا ديسمال، هو المفروض دلوقتي كل كام بت بيمثل رقم بس في الهكسا؟ طبعا الكلام ده مفهوم. يبقى انا المفروض امثل كل 4 بت برقم واحد بس هكسا. طيب يبقى انا اعرف دلوقتي انا عندي كام هكسا ديسمال فاليو، يبقى لازم اقسم ال 48 دولت على كام؟ على الاربعه، عشان يدي لي 12 ايه؟ 12 هكسا ديسمال. فال 12 هكسا ديسمال ده القيمه، 12 هكسا ديسمال رقم 12 رقم جنب بعض كده، ده اللي بيوضح لي ايه؟ ده اللي هو الماك ادرس. طيب ليه بيتعمل له ريبريزنتيشن في الهكسا ديسمال؟ عشان ما يكونش طويل يعني طويل معاك كده، يعني 48 بت هيبقى صعب علينا ان احنا نقراه. طيب لو انت عملتها بالهكسا ديسمال دي سهله شويه ايه ان احنا ايه نقراه. طيب هنا بيراجع معاك، يعني بيراجع معاك لو انت معاك 8 بت بالشكل ده كده عاوز تحولها الى ايه؟ هكسا ديسمال، تعملها ازاي؟ طبعا احنا عارفين هناخد كل اربعه مع بعض نعملهم بايه؟ بهكسا. طيب لو انا خدت الاربعه دول مع بعض كده القيمه بتاعتهم كام في الديسيمال؟ اللي هم 2 وكام؟ 2 و8. طيب ال 10 دولت في الهيكسا ديسيمال بيتمثلوا ازاي؟ انا بمثلهم ببدا من اول رقم 10 احط ايه؟ احط حرف الاي لحد ما اوصل للاف اللي هو ال 15. يبقى ما ينفعش تعمل ريبريزنتيشن في الهيكسا ديسيمال برقمين مع بعض، لا، لو لقيت ان الرقمين دولت جولك فلازم ايه؟ تحولهم الى حرف واحد بس. يبقى انت بتبدا تشتغل ديسيمال عادي جدا من 0 لحد 9، اول ما توصل ل 10 بتبدا بحرف الايه لحد ما توصل ل 15 اللي هو ايه؟ اللي هو الاف. طب وليه وصلت ل 15 بس؟ لان ايه؟ لان الماكسيمم نمبر بتاع لو كل ده وحيد هيديك 15، مفيش اكتر من كده، تمام؟ طيب لو جينا مسكنا الاربعه دولت مع بعض، الاربعه دول مع بعض بايه؟ بيساوي ايه؟ بيساوي 0. يبقى الناتج بتاع ال 8 بت باينري فاليو ديت بتساوي ايه؟ بتساوي 0 ايه؟ طيب قال لك في جزء كده في البرزنتيشن بتاع الهكسا ديسمال، ان انا بحط ايه؟ بحط قبل الحرف او قبل القيمه بتاعت الهكسا ديسمال بحط قبلها حاجه اسمها 0 اكس. دي بس عشان تميز يعني ان ديت
ان دي هيكسا مش ديسمال، لان ممكن اي حد يشوف ال 73 ديت فيقول لي ده ايه، انا مش عارف ده هيكسا ديسمال ولا فاليو ديسمال عاديه. فعشان طبعا يفرق ما بين الرقم ده والرقم التاني فبيحطوا حاجه اسمها زيرو ايه، زيرو اكس زي ما احنا شايفينها كده. او في ناس تانية بتقول لك حط لي اتش، يعني حط رقم عادي جدا وبعد كده حط ايه اتش اللي هو اختصار الى هيكسا ديسمال يعني. ماشي، طبعا الكلام ده قديم، لازم نكون عارفين الكلام ده كله. يبقى بس ناخد الحته المهمه هنا، ان الايثرنت ماك ادرس بيتكون من 48 بت باينري فاليو بي اكسبريس دي يوزنج ايه 12 هيكسا ديسمال فاليو. تمام، ونبقى عارفين ان كل 4 بت في الباينري بيتمثلوا برقم واحد بس في الهيكسا. وطبعا الكلام ده المفروض تكون رجعتوه في الايه شابتر بتاع رقم 5. طيب الايثرنت ماك ادرس هيبدا بقى يصنفه لك شويه، يقول لك هو بيتكتب ازاي، والشركات بتحطه ازاي على الاجهزه، وتقسيمه ايه يعني متقسم ازاي. طيب احنا اتفقنا خلاص ان احنا عندنا الايثرنت ماك ادرس ده عباره عن 48 بت ادرس بيتمثل في 12 هيكسا ديسمال ديجيت، وكل طبعا بايت احنا عارفين ان هو بيتمثل في 8 بت. ماشي، فنقدر نقول من الكلام ده كله ان احنا ممكن نمثل الماك ادرس في 6 بايت، في 6 ايه 6 بايت اللينز. تمام كده. طيب وعندنا هنا كمان ان بيقول لي ان الاول ماك ادرس ماست بي يونيك، لازم كل جهاز بتشتريه او اي بتاع ده موبايل بتشتريه تابلت اي جهاز بتشتريه هيدخل على الانترنت لازم يكون محروق عليه رقم ماك ادرس اللي هو الفيزيكال ادرس اللي بيبقى موجود على الان اي سي بتاعت الايه بتاعت الجهاز نفسه، فلازم يكون يونيك. طيب مين اللي هيضمن ان كل الماكات ادرس دي تكون يونيك للاجهزه اللي انت بتشتريها دي كلها؟ ما هو في شركه ديل وفي شركه اتش بي وفي شركه مش عارف ايه وفي شركات بالهبل عماله تصنع الحاجات ده كله، فمين اللي يضمن بقى ان دول ما يدخلوش على دول ودول ما يدخلوش على دول؟ فقال لك ان يضمن الحاجه ديت ان في حاجه اسمها الاو يو اي. الاو يو اي ده اللي هو حاجه اسمها الاورجانيزيشن يونيك ايدنتيفاير، اللي هو بيبقى فيه جزء خاص بالمؤسسه نفسها اللي هو الجزء ده كده خاص بالمصنع نفسه. ماشي، رقم بيبقى موجود للمصنع اللي هو النص بتاع الماك ادرس ده بيبقى خاص بالمصنع، رقم المصنع. وبعد كده النص التاني بيبقى خاص بالايه بقى، بالارقام اللي هي هتختلف الاجهزه عن بعضها. ماشي، طيب الارقام ديت متقسمه ازاي؟ بيقول لي هنا ان انت عندك اصلا هم كلهم على بعض 6 بايت اللينز. تمام، فبيقول لي هنا الان انترنت ماك ادرس كونسيست اوف 6 هيكس ديسمال فيندر او يو اي، يعني بيبقى عندك 6 هيكس ديسمال، احنا اتفقنا ان هم اصلا كلهم 12 هيكس ديسمال، فبياخد منهم 6. ماشي، بيبقى رقم خاص بالمصنع نفسه اللي هو الرقم ده. تمام، والرقم الثاني هو ده اللي ايه اللي بيبدا يغير فيه بقى عشان يطلع الاجهزه كلها مختلفه عن بعض. ما ينفعش المصنع يطلع جهاز الاثنين نفس رقم، ما ينفعش، ده غلط. لا، لكن لازم يطلع الارقام دي كلها مختلفه عن ايه، عن المختلفه عن بعضها. طيب هل لو انت عندك مثلا شركه ديل وشركه اتش بي، لو انت طبعا انت عندك الجزء الاولاني ده خاص بالشركه، فشركه ديل هتحط هنا رقم خاص بالمصنع نفسه وشركه اتش بي هتحط رقم تاني خاص بالمصنع بتاعها. طيب هل لو اتشابهت الارقام اللي هنا مع الارقام بتاعه ديل هل في مشكله ولا لا؟ ترد عليا. لو اتشابهت الارقام بقى بتاعه الفيندور اساين اللي هي بتاعه الايه الان اي سي نفسها، لو اتشابهت الارقام ديت بتاعه اتش بي مع ديل هل في مشكله ولا لا؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لان انت بتشتغل على ماك ادرس كله على بعضه، يعني انت دلوقتي الجهاز بتاعك اللي انت شغال عليه دلوقتي الماك ادرس اللي محروق عليه بيبقى الاو يو اي زائد الفيندور ايه اسايند اللي هو على بعضه كده. فطبعا لو في تشابه في الجزء بتاع الفيندور اسايند ما كده كده في اختلاف في الجزء بتاع الايه بتاع المانيفاكتشر نفسه اللي هو المصنع نفسه. ماشي، فكده كده برضو ايه الرقم بتاعك هيبقى يونيك. تمام كده. طيب فدي الايه الجزء بتاع الايثرنت ماك ايه ماك ادرس. الفريم بروسيسنج بقى ازاي بيحصل بروسيسنج للفريم عشان تتنقل من مكان الى مكان اخر. طبعا احنا شرحنا الكلام ده قبل كده بس ايه خلينا نعيده لانه هنا بيتكلم عن الايثرنت وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده بيحصل في البروتوكول بتاع الايثرنت. طيب احنا عندنا الرسمه المكتوبه المرسومه قدامنا ديت بيقول لك في جهاز هنا موجود كل الاجهزه دي كلها متصله على لان واحده، وعندي هنا في سويتش في النص. فعندي الجهاز اللي هو الاتش 1 ده بيقول لك انا مثلا عاوز ابعت للجهاز اللي هو عندنا هنا ديستنيشن ادرس اهوت اللي هو سي سي كذا، والسورس ادرس اللي هو نعتبر مثلا انت عندك الجهاز اللي هو الاتش 1 ده ماشي هو ده السورس اللي هو الايهاد ده، والجهاز ده اللي هو ايه اللي هو مثلا الديستنيشن ده. فطبعا لما يجي الجهاز ده يبعت للسويتش، السويتش ده هيبدا يبص عنده في التيبل بتاعه. لو موجود عنده في التيبل بتاعه الماك ادرس اللي هو عاوز يتبعت ده فالمفروض متسجل عنده البورت فيقوم باعت له على طول.
طيب لو مش موجود عنده طبعا ايه؟ خلاص مين طالما مش موجود عنده لا ده ولا ده، فالمفروض هيبعت للكل. فلما يجي يبعت للكل فده بقى هيبدأ يرد عليه يقول له لا ده الرسالة ديت مش جاية لي، والتاني ده مثلا لو هو الرسالة جاية له هقول له خلاص الرسالة دي بتاعتي. طب لو هي برضه مش بتاعته هيقول له ايه؟ This is not addressed to me I shall ignore it، وده برضه ايه؟ I shall ignore it. ده لو ما لقيتش، لو ما لقيتش الادرس بتاعي موجود في الباكت اللي انت بعتها لي او موجود في الفريم اللي انت بعتها لي. ماشي كده يا شباب؟ طيب هناخد بس ايه دقيقتين اتنين بس كده وارجع تاني. طيب نكمل. احنا كنا هنا بنقول لو احنا هنا جينا قرينا الكلام ده، الكلام ده على فكره مهم جدا، بيقول لي when a device is forwarding a message to an ethernet network the ethernet header include a source MAC address and destination MAC address. يعني لو جهاز زي ال H1 ده بيحاول يبعت لجهاز تاني فالفريم ديت بتروح على السويتش، فبيبدأ السويتش يفتح يفتح الفريم ديت عشان يشوف السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس، هو هيودي الكلام ده فين. طيب بيقول لي when ان اي سي ريسيف ان ايثرنت فريم ات اكزامينز، يعني لو انت لسه ما عندكش التيبل، يعني انت لسه ما مش مسجل اي بيانات للاجهزه ديت في التيبل بتاع السويتش ده، فايه اللي بيحصل؟ المفروض ان هو بيبعت الرساله دي او بيبعت الفريم ديت لكل الاجهزه اللي موجوده عندك في الشبكه. تمام؟ طيب كل جهاز من ده بقى بيبدا يفتح الفريم ويبدا يبص على الديستنيشن ماك ادرس، هل هو الديستنيشن ماك ادرس اللي موجود في الفريم دي هل هو انا ولا لا؟ فهو لو مش موجود، لو هو مش بتاعه فهيقول هيعمل اجنور للرساله دي. طيب لو بتاعه خلاص هيستلم الرساله وخلاص. طيب زي ما هو بيقول هنا، بيقول لي وين ان اي سي اللي هو اي جهاز من ده ماشي ريسيف ان ايثرنت فريم، لما بيستلم الفريم ات اكزامينز ذا ديستنيشن ماك ادرس، بيبدا يفتح الماك ادرس ويشوفها هل هي if it matches the physical MAC address that is stored in RAM، هل هي بتساوي الفيزيكال ادرس بتاعي اللي موجود في الرام بتاعي ولا لا. if there is no match، لو مش موجود، لو مش مفيش ماتشنج، يبقى the device discard the frame، الديفايس ده هيعمل discard the frame او يعملها ignore. if there is a match، لو بيماتش يبقى it passes the frame up the OZ layers where the de-encapsulation process takes place. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو لقى ان الديستنيشن ماك ادرس اللي موجود في الرساله اللي اتبعتت بيساوي الماك ادرس بتاعه فبيعمل بقى ايه؟ بيعمل العمليات العكسيه بتاعه الاوزي ايه؟ الاوزي لير، اللي هو بيبدا ياخد بياخد الفريم ديت ويبدا يبقى ايه؟ يرفعها لفوق عشان تبقى باكت، وبعد كده يبعت الباكت ديت انها تطلع فوق للسيجمنتس، وبعد كده تبعت ايه؟ للديتا، تبعت للريسيفر بتاعك. طيب يبقى ده ايه؟ ده اللي بيحصل في الموضوع بتاع الايه؟ الفريم بروسيسنج. طيب في ثلاث انواع من ال ارسال يعني البيانات من مكان لمكان، في حاجه اسمها اليونيكاست والمالتيكاست والبرودكاست. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا الحاجات دي احنا شرحناها قبل كده. لو انا عندي مثلا جهاز زي ده كده وعندي سويتش وعندي مجموعه اجهزه متصله بالسويتش، والجهاز ده عاوز يبعت رساله يونيكاست، يعني ايه يونيكاست؟ يعني بيبعته لحد معين موجود في الشبكه. تمام؟ طيب بيقول لي ان يونيكاست ماك ادرس ده از ا يونيك ادرس ذات از يوزد وين ا فريم از سنت فروم ا سنجل ترانسميتنج ديفايس تو ا سنجل ديستنيشن ديفايس، يعني لازم يكون في الفريم دي موجود الديستنيشن ماك ادرس اللي هو المفروض يروح لايه؟ يروح للشخص ده. ماشي؟ طيب ذا بروسيس ذات السورس هوست يوزز تو ديتيرمين ذا ديستنيشن ماك ماك ادرس اسوشيتد ويز اي بي فيرجن 4 از نون از حاجه اسمها الارب. الارب ديت هتتشرح لسه مقدما بالتفصيل، يعني كمان محاضره كده ولا حاجه. الارب دي معناها ايه يا شباب؟ الارب دي معناها ان انت عندك مثلا الجهاز ده عاوز يبعت لجهاز معين بعينه. طيب والسويتش ده ما عندوش اي معلومات عن الاجهزه اللي لسه متصله ديت، لان انت لسه جايب سويتش جديد ولسه موصله بالاجهزه دي كلها مع بعضها، وعاوز ايه؟ تبعت رساله من هنا لهنا. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو الجهاز ده لما بيجي يبعت الفريم وتوصل للسويتش، طب السويتش ما عندوش في التيبل بتاعه ما عندوش الماك ادرس اللي هو الشخص الاولاني ده عاوز يبعته، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان السويتش ده يقوم بعت لكل الناس دول، بعت الفريم ده لكل الناس دي. طيب ده هيقول له طبعا ايه؟ ده مش الرساله دي مش جايه لي، فيعملها اجنور. وده هيقول له مثلا الرساله دي مش جايه لي فيعمل اجنور، وده يعمل اجنور وده يعمل اجنور. طيب مين اللي الماك ادرس بتاعه بيتطابق مع الماك ادرس المبعوث اصلا اللي هو الجهاز ده؟ هيقوم الجهاز ده باعت له تاني هيقول له اه ذيس از مي. تمام؟ وبعد كده ده تاني هيقوم باعت بقى ايه؟ هيقوم باعت الفريم تاني ايه؟ تاني مره عشان توصل له ايه هو بالظبط. دي المفهوم بكل بساطه بتاع الارب. فالارب ده هي عباره عن ان في رساله بتتبعت لكل الناس اللي موجوده في اللان، وبعد كده هم يردوا على السندر. اللي بيرد بس اللي هو ايه؟ اللي هو صاحب الرساله، وبعد كده الاساس اللي هو السندر تاني يبعت له رساله بقى ايه؟ تاني.
يبعتوا رسالة كاملة، ماشي؟ مش بياخدها من أول مرة وخلاص. ده اللي هو المفهوم بتاع مين؟ بتاع الأرب. طيب في نوع تاني من، احنا قلنا هنا في يونيكاست، النوع التاني اللي هو البرودكاست، يعني لو دلوقتي عاوز ابعت من الجهاز ده لكل الاجهزه الموجوده عندي في اللان، فايه اللي بيحصل؟ لازم يكون الديستنيشن بتاعك اللي هو الديستنيشن ماك ادرس بتاعك يكون فيه كل الارقام فل. يعني ايه كل الارقام فل؟ يعني ال 48 بت دول كلهم يكونوا وانز. ليه بقى؟ لان ده معناه ان انت عاوز تبعت لكل الناس الموجوده عندك في الشبكه، اف اف كلها افهات اهي، 255 255 255، كله 255. طيب لما انت تبعت الكلام ده كله بقى ايه لللاند الموجوده عندك، فكل جهاز من ده بيستلم الرساله على اساس ان الرساله دي اصلا مبعوتها له ايه مخصوص. ليه؟ لان انت حطيت في الديستنيشن ماك ادرس بتاعك، حطيت الايه، حطيت الديستنيشن بتاعك اللي هو كل الناس الموجوده عندك في الشبكه، اللي هو ما حددتش حد معين، فعشان كده حطيت كل الارقام الموجوده عندك اف، والاف دي معناها ايه؟ معناها 15 اللي هو اربع وحايد، والاف الثانيه 15 اربع وحايد، يبقى انت عندك 255 255 255 255، كله 255، ماشي؟ لو انت عاوز تمثلها بالايه، بالديسمال يعني. طيب النوع اللي هو الثالث اللي هو المالتي كاست، اللي هو المفروض بيتحدد حد معين، ان السورس ده لما يجي يبعت رساله لايه، اجهزه معينه موجوده عندك في الشبكه، فالمفروض يحدد اجهزه معينه موجوده في الشبكه اللي موجوده ايه، اللي موجوده معاه. طيب بيحددهم ازاي؟ ان هو بيحط رينج من الادريسيز اللي هو المفروض توصل لمين، توصل للاشخاص اللي موجوده عندك فين، في الجزء الثاني ده. ده بكل بساطه الايه، المالتي كاست واليونيكاست والايه والبرودكاست. طيب الماك ادرس تيبل بقى، الماك ادرس تيبل دي حاجه مهمه جدا، بتشتغل على السويتش. طبعا احنا كل ده بنشتغل على لاير 2، لاير 2 ايثرنت او لاير 2 سويتشنج. طيب هنا بيقول لي بس شويه فاندمنتال كده على السويتش، شويه اساسيات للسويتش. بيقول لي لاير 2 ايثرنت سويتش، اللي هو السويتش نفسه بنسميه لاير 2 ايثرنت سويتش، تمام؟ يوزز لاير 2 ماك ادرس، هو طبعا بيعتمد على الماك ادرس، مش بيشتغل على الاي بي. الاي بي دي امتى تشتغل عليها؟ لما تطلع فوق في اللاير اللي بعدك اللي هي النتورك لاير. طيب it's completely unaware of the data protocol being carried in the data portion of the frame، يعني ملوش علاقه بالمفروض ان السويتش ده لما بيجي يشتغل بالماك ادرس هو ملوش علاقه دلوقتي بايه، بالواير، او ملوش علاقه بالميديا اللي هي بتوصل الحاجات دي. طيب بيقول لي ان الايثرنت سويتش examines its ماك ادرس تيبل، في حاجه هنا حاجه اسمها الماك ادرس تيبل، to make a forwarding decision، بيستخدم ماك ادرس تيبل موجوده عنده في الرام عشان يحدد الديسيشن اللي الداتا اللي معايا دلوقتي هتروح فين. طبعا لو انا باعت لك دلوقتي رساله من السندر للريسيفر، فلازم الرساله دي تروح للسويتش، السويتش هيفتح الرساله دي الاول يشوف الديستنيشن ماك ادرس، هل هو متسجل عنده اصلا في الماك ادرس ولا لا، ماك ادرس تيبل ولا لا. لو متسجل عنده هيروح دايركتلي على البورت، لان كل ماك ادرس متسجل مع البورت اللي قصاده. طيب لو مش موجود فالمفروض يبعت للناس كلها، والناس كلها ايه، تشوف بقى هل الرساله دي اصلا مبعوته لي ولا لا، من خلال ان هو بيبدا يعمل ماتشنج بالماك ادرس اللي مبعوت بقى مع الماك ادرس بتاع الاجهزه اللي موجوده اصلا. طيب لو في حصل ماتشنج مع جهاز معين، فالمفروض ان هو بيرد تاني على السندر يقول له اه الرساله دي بتاعتي، يقوم ايه السندر باعت له الرساله دي تاني، اللي هو المفهوم بتاع الايه، بتاع الارب اصلا. طيب لو المفهوم دي مش موجود، فالمفروض يكون التروث تيبل ايه موجود، المفروض يكون الماك ادرس تيبل ده يكون فيه الداتا، يكون فيه الماك ادرس والبورت اللي متصله على الماك ادرس دي، ماشي؟ فكل ما الرساله تتبعت بيحصل ماتشنج، حصل ماتشنج معين فبيروح للشخص بعينه اللي هو بيبدا يوصله ايه رساله على طول. طيب هو بيقول لي هنا، هو هنا سويتش استرند اون، اول ما تفتح السويتش لاول مره ذا ماك ادرس تيبل از امتي، يعني انت لسه ايه، انت لسه مشغل السويتش دلوقتي، انت اول مره تشغله، ماشي؟ فطبعا الداتا اللي موجوده في الماك ادرس مفيش خالص، انت لسه بقى تبدا تسيف تخزن من اول وجديد، فلازم يبعت ارب الاول وبعد كده ايه يبدا يخزن واحده واحده. طيب هنا بيقول لي في معلومه كده، ان الماك ادرس تيبل از سام تايمز ريفيرد تو از كونتنت ادريسابل ميموري، يعني انت لو شفت كلمه كام دي هو الماك ادرس تيبل، يعني الاثنين دولت ايه لهم نفس المعنى، اللي هو الماك ادرس تيبل بيطلق عليه بكلمه اسمها ايه، الكام، اللي هو الكونتنت ادريسابل ميموري. طيب السويتش ليرنينج اند فوروردنج، طبعا لازم يحصل حاجتين اتنين، حاجه اسمها ليرنينج وفوروردنج، عشان اعرف ابعت الرساله من مكان لمكان. فبيحصل اول حاجه، اول خطوه بتحصل عند السويتش بيحصل حاجه اسمها ليرنينج. ليرنينج ده اللي هو معناها يعني بكل بساطه اللي هو بيبدا يسجل كل ماك ادرس، ماشي؟ والمفروض الماك ادرس ده بتاع انهي جهاز متصل على انهي بورت، ويسجله عنده في الايه، في الماك ادرس تيبل. طيب وبعد كده على اساس الماك ادرس تيبل ده او الكام
بيعمل فوروردنج، بيعمل فوروردنج على اساس ان اي رساله بقى لو جت له بيبدا يشوف يجيب الديستنيشن ماك ادرس، يشوف هل هو موجود عنده في التيبل ولا لا. لو موجود فيروح يبعته للشخص الايه اللي قصاده على طول. لو مش موجود هنشوف ايه هيعمل ايه تاني. طيب بيقول لي هنا في المرحله بتاعت اللير ان السويتش لسه بيتعلم بقى ان هو يبدا يبني الماك ادرس تيبل بتاعه. بيقول لي every frame that enters the switch، كل فريم تدخل على السويتش is checked for a new information to learn. لازم يفتحها الاول ويشوف هل هي اصلا موجوده عنده ولا مش موجوده. طيب it does this by examining the source MAC address of the frame and the port number where the frame entered the switch. ماشي، اول حاجه ان هو بيفتح الفريم دي يشوف هي جايه منين، ماشي، وجايه من انهي بورت. تمام، وبعد كده بيقول له ايه if the source MAC address doesn't exist it's added to the ايه the table. يعني لو السورس ماك ادرس ده مش موجود عنده في التيبل بتاعه فبيبدا يفتح التيبل بتاع السويتش ويخزن عنده السورس ماك ادرس وجيه من عند انهي بورت. لان انت عندك مثلا ايه السويتش ده فيه 24 بورت مثلا، فكل بورت متوصله على جهاز معين، بياخد الماك بتاع الجهاز ورقم البورت يسجله عنده فين، يسجله عنده في الماك ادرس تيبل بتاعه. ماشي، طيب مش عارف هنا في إيه. فهنا قال ايه يا شباب، هنا ملخص الكلام ده كله بيقول لي لو انا دلوقتي بعت فريم من جهاز مثلا، الجهاز ده موجود على الشمال عاوز يبعت الرساله ديت لجهاز موجود على اليمين وفي سويتش في النص، السويتش ده اول ما بيمسك الرساله بيبدا يفتح اول حاجه خالص يشوف هي جايه من انهي سورس الاول، يفتح السورس ماك ادرس. ماشي، ويشوف هل السورس ماك ادرس ده اساسا متسجل عنده في الماك ادرس تيبل ولا لا. لو مش متسجل هيسجله ويسجل البورت اللي متصل عليه. تمام، ادي اول حاجه. تاني حاجة هيبدأ ايه يفتح الماك ادرس بتاع الديستنيشن، ماشي، ويشوف برضه هل هو متسجل عنده ولا لا. لو متسجل عنده خلاص هيعمله فوروردنج على البورت اللي هي متصلة على الماك ادرس ده. لو مش موجودة فالمفروض يبعت لكل الأجهزة الموجودة في اللان وبعد كده هم يردوا بقى ايه يقولوا ان ده فعلا الرسالة دي جاية لي ولا لا. ماشي، طيب بيقول لي هنا معلومة ان if the source MAC address doesn't exist in the table but on a different port. يعني لو انت ماسك السويتش كده قمت مبدل السلكين ببعض، ماشي، يعني انت لو خدت كده ايه البورت رقم واحد واثنين قمت مبدلهم، حاطط السلك اللي كان في رقم اثنين حاططه في رقم واحد كده، المفروض التيبل اللي موجود على السويتش يحصل له ايه، يحصل له ابديت. فكده بيتعامل كانه اول مره بالظبط، كانك دلوقتي لسه بعت الفريم اول مره، فلما يجي يفتحها يلاقي الماك ادرس متسجل بس البورت غلط، هيقوم ما ايه هيقوم عامل اوفررايد على الماك بالبورت ده، هيقوم مظبط الايه البورت الجديد على المكان الجديد اللي ايه اللي هو اتوصل عليه دلوقتي. فدي معلومه كده ايه ان هي ما ينفعش يعتمد على ان اي حد بيوصل على اي حاجه وخلاص، لا ده لازم ماك ادرس يكون متصل مع بورت معين. تمام، طيب المرحله الثانيه بقى اللي هي الفورورد بقى، بيقول لي في مرحله الفورورد في ايه، في ثلاث شروط او في ثلاث حالات يعني للموضوع ده. اول حاله ان هو بيقول لي اف ذا ديستنيشن ماك ادرس از ا يونيكاست ادرس، يعني لو انت هتبعت لحد يونيكاست هتبعت لحد بعينه، the switch will look for a match between the destination MAC address of the frame and an entry in its MAC address table. بيعمل ماتشنج ما بين الماك ادرس ديستنيشن اللي موجود في الفريم والماك ادريسز اللي موجوده عنده في الماك ادرس تيبل. طيب هنا if the destination MAC address is in the table، لو الديستنيشن MAC address ده موجود في التيبل بتاعه، it will forward the ايه the frame، هيعمل forward للفريم ده out the specified port. طبعا زي ما قلنا ان انت متسجل عندك في الماك ادرس تيبل كل ماك ادرس والبورت ايه والبورت بتاعته. قلنا هنا اف ذا ديستنيشن ماك ادرس از ان ذا تيبل، لو موجود في التيبل هيعمل فورورد للفريم اوت اوف ذا سبيسيفايد بورت، واف ذا ديستنيشن ماك ادرس از نوت ان ذا تيبل ذا سويتش ويل فورورد ذا فريم اوت اول بورتس اكسبت ذا انكامينج بورت. يعني ما ينفعش يبعت لنفس البورت اللي هي اصلا جايله منه رساله، لا ده بيبعت لكل الناس الايه اللي هو ما جاتلوش منه رساله، وبعد كده هم بقى ايه يشوفوا الرساله دي مبعوته لهم ولا لا. طيب if the destination MAC address is a broadcast or multicast the frame is also a flooded out all ports except the incoming port. يعني في حاله لو انت بعت الرساله بتاعتك برودكاست او مالتي كاست المفروض الفريم دي تتبعت لكل البورتس ما عدا البورت اللي هي جت منه اصلا، ماشي، وبعد كده يبدا كل واحد يشتغل بالايه بالتكنيك بتاعه. لو هي مالتي كاست بيبدا يشوف الرساله ديت جايه له ولا لا، لو مش جايه له يعملها اجنور، لو جايه له هياخدها ايه ويشتغل عليها. طيب فلترنج فريمز، هنا بيقول ايه لو السويتش as a switch receives a frame from different device، لو السويتش ده طبعا السويتش ده اللي هو الجزء اللي في النص ده، عندك مثلا اربعه بورت اهوت اللي هو 1 2 3 4 ماشي، وعندك الماك ادرس تيبل اهو،
طيب انت في الاول خالص لسه فاتح السويتش لاول مره مثلا، وموجود عندك في الفريم اللي المفروض تبعتها موجود عندك ديستنيشن ماك ادرس اللي هو ايه، اللي هو 000 دي اللي هو ده ماشي، والسورس ماك ادرس اللي هو 000 ايه اللي هو ده. فبيقول لي هنا ايه بقى، اتس ايبل تو بوبليت اتس ماك ادرس تيبل باي اكزامينج ذا سورس ماك ادرس. اول لما الماك اول لما الجهاز الاولاني ده يجي يبعت لي يبعت الرساله على السويتش ده، فايه اللي بيحصل؟ بيبدا يسجل عنده، بيسجل في الماك ادرس، بيسجل البورت اللي هو متصل على عليه الجهاز ده اللي هو بورت رقم واحد والماك ادرس بتاعه، فهيبدا يسجل عنده اهو ادي واحد وادي ايه 000 ايه. طيب ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه بقى بيقول لي بقى ايه، هو وين ذا ماك ادرس تيبل اوف ذا سويتش كونتين ذا ديستنيشن ماك ادرس اتس ايبل تو فلتر ذا فريم اند فورورد اوت سنجل بورت. بيقول لي هنا ان في حاجه اسمها فلترنج فريم. يعني ايه فلترنج فريم؟ يعني لو الادرس تيبل اللي هو الماك ادرس تيبل ده متسجل عنده الماك ادرس بتاع الجهاز اللي هو موجود اصلا في الفريم اللي الجهاز الاول عاوز يبعته ماشي، فبيحصل حاجه اسمها فلترنج. يعني ايه فلترنج؟ معناها بكل بساطه ان هو ما بيبعتش لكل الناس، لا ده معناها ان هو بيبعت بس للايه، للسبيسيفايد ديفايس اللي هو المفروض الماك ادرس بتاعه بيساوي الماك ادرس اللي موجوده في الفريم اللي هو ده اللي هو 000 دي، وهنا موجود برضو ايه 000 دي. فده معنى ايه؟ ده معنى الفلترنج فريمز، ان هي مش الفريم بتتبعت لكل الاجهزه اللي موجوده عندي. طبعا ده باختلاف بقى عن حاجه اسمها الهب اللي هو الاتش يو بي. حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين السويتش والهب شباب؟ ايه الفرق بين السويتش والهب؟ ما عندهوش رام، ما عندهوش، ما بيسجلش حاجه اسمها الماك ادرس تيبل، فكل مره لما تيجي تبعت له رساله يقوم باعت لكل الناس تمام. فهو ما بيميز اساسا، ما بيشوفش الماك ادرس تيبل، ما عندوش اساسا ماك ادرس تيبل، فعشان كده مش هيعرف يبعت لحد معين سبيسيفاي. وطبعا الكلام ده كان زمان، اللي هو الهب ده كان موجود زمان، لكن دلوقتي ايه بقى في تكنولوجيا جديده اللي هي الموضوع بتاع السويتش ده. فالسويتش ده بقى فيه دلوقتي الماك ادرس تيبل، فيقدر يبعت لحد معين هو بعت له قبل كده. طيب وده اللي هو ده الميزه اللي هو فيه اللي هي الفلترنج فريمز، ليه مش موجوده اساسا في ايه في الهب. طيب الموضوع بقى بتاع الفريم فوروردنج ميثودز اون سيسكو سويتش، في نوعين اتنين من الفوروردنج ميثودز اللي هو ازاي يعني السويتش بقى بيبعت رساله من مكان لمكان. في طريقتين اتنين، في حاجه اسمها الستور اند فورورد سويتشنج، وفي حاجه تانية اسمها الكات ثرو سويتشنج. لو انت جيت تترجم كده الستور اند فورورد ده معناها يعني بكل بساطه ان هو بيبدا يسجل كل يخزن عنده الفريم كامله وبعد كده يبعتها ايه، يبعتها مره واحده. طيب اما الكات ثرو برضه لو انت جيت تترجمها كده هيقول لك ان انا ببدا اقطع الفريم دي لاجزاء وابدا ابعتها جزء جزء ماشي. طبعا في كل واحده لها ميزه وعيب. الستور اند فورورد دي بيقول لك this frame forwarding method receives the entire frame and computes حاجه اسمها ايه السي ار سي. الميزه اللي فيه ان هو بيحسب حاجه اسمها الايه، اللي هو حاجه اسمها السي ار سي. السي ار سي ده بعد ما يستلم الفريم كامله بيحسب السي ار سي عند الـ عند الـ طبعا بيبقى محسوبه اصلا عند السندر يعني، وبيبدا يحسبها عند السويتش عشان يشوف هل الرقم اللي هو حسبه دلوقتي بيساوي الرقم اللي هو عند السندر ولا لا. لو الاثنين دول بيساووا بعض هيقوم باعت الايه، هيقوم باعت الفورورد كامله، هيقوم باعت قصدي الفريم كامله للجهاز الثاني على طول مره واحده ماشي. فدي ميزه. طيب ذا سويتش لوك اب ذا ديستنيشن ادرس، طبعا بيبدا يشوف بقى الديستنيشن ادرس فين لو لقى ان السي ار سي مظبوط. اف ذا سي ار سي از فاليد بيبدا يشوف على الديستنيشن ادرس ويبدا ايه يبعتها للشخص الايه اللي هو المفروض يستلم الايه الرساله دي. طيب بالنسبه للكات ثرو بيقول لك في الكات ثرو ذيس فريم فوروردنج ميثود فورورد ذا فريم بيفور اتس انتايرلي ريسيفد. يعني كلمه كده ايه معناها يعني ان الفريم دي كل ما يبعت جزء منها يقوم ايه الجزء ده مره واحده يقوم مبعوت للجهاز الثاني بدون ما يعمل سي ار سي تشيك ماشي. فطبعا دي ايه، دي فيها ميزه وعيب. الميزه اللي فيها ان انت ممكن تحس ان انت يعني الدنيا سريعه معاك شويه، ان الحاجه بتوصل لك على طول وانت متوقع ان الجزء الباقي هيجي يعني. طيب العيب اللي فيه ان هو ما بيتشيكش على ايه، ما فيش تشيك على الايرور. يعني ممكن يكون في فريم حصل فيها كولاجن، حصل فيها مشكله، حصل في جزء من الفريم ده عمله دروب، فطبعا دي ايه بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها مشكله. فهنا بيقول لك اهو a big advantage، الميزه اللي موجوده في الستور اند فورورد از ذات it determines if a frame has errors، بيتشيك هل الفريم ده فيه errors ولا لا before propagating the frame، قبل ما يبعت الايه الفريم دي. when an error is detected in a frame، لو حصل ان في error موجود عندي the switch discard the frame، بيعمل ignore للفريم ده ويتعمل له ايه، ويتعمل له retransmit تاني ماشي.
طيب بالنسبه للستورد فورورد سويتشنج از ريكوايرد فور كواليتي اوف سيرفيس، دي طبعا بنحتاجها في ايه؟ لازم نحتاجها في حاجات معينه، اللي هو مثلا لو انا بتكلم حد من الماسنجر مثلا او بكلم حد في الواتس، فلازم الصوت اللي انا ببعته ده حتى لو انا بتكلم دلوقتي بتكلم جمله على بعضها اهو، لازم الكلمه اللي انا قلتها الاولى تتبعت والثانيه تتبعت والثالثه تتبعت، فبيحصل ستريم اوف ديتا كده، فلازم الداتا دي تمشي ورا بعضها كده، ما ينفعش اخلص انا الجمله وبعد الجمله بعد كده الجمله هي اللي تروح له، لا ده لازم كلمه كلمه انت بتتكلمها، فبيحصل تقسيم للفريمز بتاعتك عشان تقدر توصل للشخص التاني. طبعا هنا انا مش محتاجه تشيك على سي ار سي ماشي، لان حتى لو حصل دروب في كلمه او كلمتين من السياق بتاع الجمله، الشخص التاني هيحاول ان هو ايه يتدارك الموقف ويفهم الكلام انت بتقوله ماشي. فلازم طبعا في حالات معينه نستخدم الستور اند فورورد، في حالات تانية تستخدم الايه الستور الكات ثرو، طبعا دي ايه دي لها شغل وده لها شغل تاني خالص. طيب الكات ثرو نفسها بقى، يبدا يمسك الكات ثرو نفسها دي بيقول لك ان فيها ايه، ان فيها منها حاجتين اتنين، في حاجه اسمها الفاست فورورد سويتشنج وفي حاجه اسمها الفراجمنت فري سويتشنج. الفاست فورورد ديت احنا اتفقنا خلاص ان الكات ثرو بيبدا يقطع الفريم الى اجزاء، بيقول لك هنا في الفاست فورورد سويتشنج اوفرز ذا لوست ليفل اوف ليتنسي، ما بيخليش ما تحسش ان في تقطيع في الداتا وهي بتتباع كده، ما تحسش انت ان في ديلي ماشي. باي ايميديتلي فوروردنج باكيت افتر ريدنج ذا ديستنيشن ايه ادرس، اول ما يقرا الديستنيشن ادرس يقوم باعت على طول اي جزء يتبعت له يقوم باعت الجزء الثاني. بيكوز فاست فورورد سويتشنج ستارت فوروردنج بيفور ذا انتاير باكيت هاز بين ريسيفد، يعني بيبدا يبعت حتى لو الباكيت ديت ما وصلتلوش بالكامل، بيبدا يقسمها لاجزاء معينه وكل جزء بيجي له بيبدا ايه يوزعه على الريسيفر اللي هو في الناحيه الثانيه. بيقول لي هنا there may be times when packets are relayed with errors the destination NIC discard the faulty packet upon receipt، يعني لو حصل ان في جزء من الفريم اتبعت والجزء ده فيه مثلا errors مثلا، فالجزء الثاني اللي هو الريسيفر ده بيتعمل له دروب، بيعمل له دروب زي بالظبط لما انا اكلمك في التليفون انا قلت لك جمله، الجمله دي مكونه من خمس كلمات، في كلمه في النص وقعت خلاص الريسيفر هيعمل ايه؟ هيعمل دروب للكلمه دي وخلاص ماشي، انت بقى فهمتها مش ما فهمتهاش مش مشكله. طيب الفراجمنت فري سويتشنج ده نوع تاني من الكات ثرو، بيقول لي هنا كومبرومايز بتوين ذا هاي ليتنسي اند ذا هاي انتجريتي اوف ستور اند فورورد سويتشنج، ده بقى ايه بيبقى واخد شويه من الكات ثرو واخد شويه من الستور اند فورورد، يعني مزيج كده من الاثنين دول مع بعض. في مثل كده بيقول لك ايه في الفاست فورورد سويتشنج ده حاجه كده اسمها يقول لك عبله واديله، اللي هي اي حاجه تجي لك ايه اديله على طول، فعشان كده ده الموضوع بتاع الفاست فورورد ايه سويتشنج. طيب انواع البافرنج الموجوده في السويتش، يعني السويتش ده لما يجي يبعت بقى الرساله دي، مش الرساله دي اصلا بتوصل عند السويتش الاول؟ طيب الرساله دي بتتخزن عنده ازاي؟ في حاجتين اتنين، في حاجه اسمها البورت بيست ميموري، على كل بورت موجود عندك في السويتش فيها ميموري بسيطه كده بتبدا ايه تشيل الرساله اللي انت المفروض تبعتها دي، او ان في شيرد ميموري، في ميموري كده الكل البورتس بتستخدمها، طبعا دي ليها ايه دي لها خصائص ودي لها خصائص تانية. فبيقول لك بورت بيزد ميموري، يعني كل بورت موجود عندك في السويتش بيبقى عليها ميموري معينه عشان تشيل رسائل ايه الرسائل اللي بتتبعت من مكان لمكان. بيقول لك هنا الفريمز ديت ار ستورد ان كيوز، بتتخزن في ايه كانها في صف كده، كل ما تبعت رساله على البورت ده فبيصطفوا كده، كل رساله بتيجي عند السويتش تتخزن في البورت بيزد ميموري وبعد كده تتبعت، وبعد كده اللي بعدها تبدا تتخزن في الميموري، وبعد كده بعدها تبدا تتخزن في الميموري وهكذا ماشي كده. طيب الشيرد ميموري بيبقى في ميموري كده كبيره موجوده في مكان ما، مكان ما في السويتش، يعني بيتخزن فيها كل الرسائل وكل بورت بقى بتتعامل مع الرسائل الموجوده عندك في الايه في الشيرد ميموري. طبعا لو انت قريت الكلام ده هتلاقي ايه كلام بسيط يعني. طيب في تو ميثودز برضو في الموضوع بتاع الفوروردنج، يعني في حاجه اسمها الفول دبلكس والهاف دبلكس اتكلمنا عنهم قبل كده. الفول دبلكس بيقول لك ان بوز اندز اوف كونكشن كان سيند اند ريسيف سيمالتينيوسلي، الاثنين ممكن يعمل ريسيف سند وريسيف مع نفس الوقت، والهاف دبلكس اللي هو ايه اونلي وان اند اوف ذا كونكشن كان سند ات تايم ماشي. طبعا عندك مشكله هنا لو انت عندك سويتش شغال بالفول دبلكس وسويتش شغال بالهاف دبلكس، لو انت جيت توصلهم ببعض طبعا ده هيقول لك ايه ام فول دبلكس سو اي كان سند whenever اي وونت، يعني اي وقت انا احتاج ان انا ابعت فيه ما عنديش اي مشكله. الثاني ده هيقول لك ايه ام هاف دبلكس سو اي كان اونلي سند وين ذا لينك از كلير but I am also getting a lot of collisions. ليه بقى؟ لان ده هو شغال ان هو يا يعني اما سند يا اما ريسيف، لكن ده بيبعت ويستقبل في اي وقت، فطبعا لو وصلت التو سويتشز على بعض والتكنولوجيز الاثنين دولت مختلفين عن بعض هيحصل كوليجنز كتير جدا 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 ماشي. طبعا ده ايه دي مشكله لازم تتحل، ان هو يكون يا اما الاثنين فول دبلكس يا اما الاثنين ايه
هاف دوبلكس. طبعا دي تكنولوجيز بتتعمل على مين؟ على السويتش نفسه من خلال الكوماند برومبت بتاع الاجهزه نفسها. طيب الاوتوميتكس ده عباره عن برضو تكنولوجي كده. التكنولوجي ديت ما كانتش موجوده زمان لكن بقت موجوده في الوقت الحالي. التكنولوجي دي بتحل لك مشكله اللي هو الكروس اوفر والستريس ثرو. يعني دلوقتي مثلا لو انت جيت تعمل السلك ده اللي انت متعود ان انت تقرشه ده، فالمفروض دايما انت بتحط الثمان سلوك هنا هم نفس الثمان سلوك نفس الترتيب يعني، ماشي؟ فلو انت وصلت السلك ده على جهازين بنفس الشكل، يعني جهازين بنفس الشكل يعني مثلا سويتش وسويتش، فبرضه ايه مش هيحصل المشكله اللي هي بتاعت الكوليجن. ليه؟ لان في تكنولوجي اسمها اوتوميتكس بيعمل سوفت وير كده معين. السوفت وير ده بيبدا يحول السندر بريسيفر والريسيفر يبقى سندر، يعني بيعمل تحويله هو ايه داخليه كده عشان ما يعملش المشكله بتاعت الايه المشكله بتاعت الكوليجن نفسها. فده اللي هو الايه ده اللي هو التكنولوجي بتاعت الاوتوميتكس. وطبعا دلوقتي حلت المشكله ديت عشان ما حدش بقى يبدا يتاوب بالالوان ويبدا يقول لك اللون الاخضر واللون الاحمر والكلام ده كله. ده المديول اللي هو بيختص بالايثرنت سويتشنج او البروتوكول بتاع السويتشنج كده. يعتبر احنا خلاص.